السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من دخيل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة علاج الوسواس القهري والاكتئاب النفسي بالتركيبة العشبية الثلاثية الخارقة. معقولة؟ ايوه طبعا، علاج الاكتئاب النفسي وعلاج الوسواس القهري بتركيبه عشبيه طبيعيه ثلاثيه مكونه من ثلاث اعشاب بنسب معينه. اول عشبه، عشبه سان جونز او عشبه القديسي، دي اول عشبه. تاني عشبه اللافندر الانجليزي، أول عشبة سان جونز أو عشبة القديسين، تاني عشبة اللافندر الإنجليزي، تالت عشبة عشبة بلسم الليمون. عشبة بلسم الليمون بيتجابوا التلات عشبات وبيتخلطوا مع بعض، بيتطحنوا كويس ويتحطوا على كوب مغلي من مرتين لثلاث مرات. في شخص كان بيتعالج من الوسواس القهري والاكتئاب النفسي اكد لي ان هم جابوا معاه نتائج رائعة. اسامي الاعشاب تاني، عشبة القديسين او عشبة سان جونز، عشبة بلسم الليمون، عشبة اللافندر الانجليزي. طيب لو انا تعبت وما لقيتهمش عند العطار، دورت عليهم، العطارين بيبيعوا فلفل وكمون بس وشطه حمراء، طيب ممكن حضرتك تتوجه الى فتح الله. فتح الله هتلاقي عند فتح الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هتلاقي عند فتح الله في ركن للاعشاب باسم امتنان، اعشاب امتنان. هتلاقي امتنان عامله التلات عشبات بالتركيزات المظبوطه في عضوة كده، هتاخدها مرتين يوميا او تلاتة. اللي جرب الموضوع ده قال لي انا المرة التالتة ما بقتش اخدها، مرتين بس كانوا بيريحوني. عشبة القديسين، عشبة بلسم الليمون، عشبة اللافندر الانجليزي، تلات عشبات ممتازين ممتازين. وبذلك نحن لا نهمش دور الطبيب النفسي، لابد أن تلجأ للطبيب النفسي، لكن ده علاج عشبي وليس علاج كيميائي. في ناس كتير جدا بتحب تعزف عن العلاج الكيميائي، فاحنا بنوفر العشبة لكن لا نهمش دور الطبيب النفسي على الإطلاق. في ناس كتير جدا سألوني على المسترال الأسبانية وسألوني على 11 صاروخ، موجودين يا جماعة، والله أهو، والله موجودين. آدي البي سترونج أهو، وادي المسترال الاسباني، موجودين. اللي عايز متوفر، زملاء الصيادله الكرام، اللي عايز يتفضل يجي ياخد عندي اي كميه اهو. المسترال الاسباني ار بي جي اهو، ار بي جي. وادي ال 11 صاروخ اهو على الكتف الثاني، 11 صاروخ موجودين. ده الكيس ب 15، وده ظرف الطلقات بتاعي اهو، ظرف الطلقات اهو، شايفين؟ شوف الطلقه، طلقه ار بي جي، مضاد للدبابات، مضاد للطائرات، مضاد للمركبات، مضاد للافراد. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجتوا اي صواريخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.